مع ذلك توقيت اللقاء وهذه الضجة الإعلامية اللي صارت، وتعرف حضرتك طبعًا. من يمول القناة والقناة تابعة لمن، فهنا المشاهد الرأي الآخر يقول لك الأردن والسعودية هنا حركت ملف ونجحت بتحريكه، وهذا بادرة أو خطوة ربما تتبعها خطوات، وبالتالي وبالتالي الحذر مبرر كلش واجب. ها إذن تصادق على أنه أنا الحذر؟ أنا أقول لك أخي شوف توقيت ظهور هذا البرنامج بهذه الطريقة، لا سيما أنتم إعلاميين، إذا رجعت اللقاءات السابقة لهذه المرأة كانت تخرج بزياء طبيعي يعني في شيء، ولكن حينما تخرج مثل هذا اللقاء المصروف عليه كذا مليون دولار قبل الخروج وأثناء التصوير وأثناء البث والأسئلة والأجوبة، كل هذا حقيقة مدركين، إحنا ما زلنا مدركين من 2005 إلى اليوم بأنه دول جوار بدون استثناء الأعجمية منها والعربية تريد أن يبقى العراق بهذا الوضع الهش، بهذا كلما حاولنا نتنفس ونخرج إلى الساحة الوطنية سلطوا علينا أدواتهم للرجوع إلى الخنادق والتخندقات، لأنه العراق معافى قوي سليم صاحي متحد، لديه مؤسسات، لديه اكتفاء ذاتي، لديه أمن غذائي، لديه أمن للأشخاص، كل هذا لا يصرف لدول الجوار أين كانت هذه الدول الجوار، وعلى رأسها الإمارات والسعودية ومن لف لفهم. بالتأكيد أخي اليوم القناة التي بثت هذا اللقاء لها أهداف، ولا وبعد هذه الأهداف أشياء أخرى، علينا أن نكون حذرين حقيقة وأن تتحد الصفوف وأن تتوالب القلوب وأن نعود كما كنا في حطة فرض القانون. طيب خلي أتحول